بتاعنا الدكتور محمود عيسى ابن شبرا خلفون، بيصبع على ابو العريس الحاج طارق ابو حجر، بيصبع عليك يا ابو مايا، تحيه كبيره للعريس الليله وبنبارك ليه وعروسته، تحيه طيبه للدنيا كلها، صبع على ابو العروسه المؤدب بتاعنا، تحيه كبيره يا استاذ رفعت عبد الجواد، صبع عليك يا ابو سامح احلى اسطنه في الدنيا المجال الطيب بتصبع عليه، تحيه طيبه باسم البلد الجميله والارض الطيبه اللي احنا واقفين عليها، احلى بلد في الدنيا هي بلدنا وبس، صبع على مصر كلها واحلى شبرا خلفون، تحيه طيبه لكل واحد جاي مبروك، بنصبع الدنيا كلها بدون كلام كتير، هنعوض اللقاء مع نجم الكاسيت ونجم الاغنيه الشعبيه ونجم افلام دوران زينهم، نجم الموسيقى العربيه والاحساس العالي الفنان الجميل بتاعنا الاستاذ احمد العدوي، تحيه لجده، يلا يا باشا توكلنا على الله. عاديه بقى اسمع زروته كده يا جماعه، اسمع زروته عباله عند الزرقاء، يلا يا دكتور. يلا يا باشا جد الموسيقى بتجمع لا 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 حبيبي يا درش حبيبي ايوه ايوه شيل ده بقى خلاص خد بالك يا باشا احلى بومايا محمد طارق اخو العريس بيصبع على اسطنبه 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 المجال كله اخو العريس بيصبع عليه وبيشكر كل الناس اللي حضروا وشرفونا ونورونا يلا يا باشا هلا هلا الاحساس العالي اللي انت معاه استاذ محمد ابرازي دكتور المزيكا النجم علي عيسى الله الله ايش يعني الآلة المفضلة بالنسبة لي والله قول يا باشا من غير ما تجاوب وبلاش
قاس عليا اللي شلته في عينيا من اغلى الناس علي اللي شلته في عينيا طفيت نار بيديا وعايزني ابقى تحت اي دمعة حزن لا 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 اي جرح في قلبي لا 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 عم العروسة احلى بسامة في الدنيا اي دمعة حزن لا 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 اي جرح في قلبي لا 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 حتى نار الغيرة لا 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 أحلى استلمة صب عليهم صب على المجال قول عدوي لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام هلا قول يا باشا عليك صب عليك أحلى استقرار وأحلى مجال بنصب عليك قول يا باشا Bye.
الله عليك يا عدوه.